في بعد الأمر تحية لك وللسيدات والسادة مشاهدي قناتكم القيمة، وأيضا رحم الله شهداء تشرين وعافى جرحاهم، أيضا هم جرحانا بالنتيجة. ولكن هذه المظاهرات التي أعد لها قبل أن تعقد الجلسة الأولى اللي هي بعد الخلافات اللي حدثت واللي أخرت العملية السياسية لعشرة أشهر. المفروض الآن قادة تشرين اللي هم غير متفقين فيما بعضهم، والخلاف وصل حد الانقطاع بالتواصل فيما بينهم، يجلسوا سوية ويتخذوا قرارات أكثر سلمية، لأن هذا القرار ليس في مصلحة الشارع العراقي. وكل تصعيد الآن مقابله راح يكون تصعيد، كما كان تصعيد التيار مقابل الإطار. لزجون البلد في أزمة كبيرة الآن، لا تزهقوا كثير من الدماء اللي راحت 28. الآن إذا دخلنا في صراع يوم الغد أو بعد الغد، صحيح هناك استنفار، هناك استعدادات كبيرة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية، شفناها في بغداد وراح نشوفها بكرة وبعد بكرة أيضا. أرواحكم غالية علينا أيضا كتشرينيين، أنتم أبناء الوطن، لكن عيدوا حساباتكم وفكروا. كل ما أنتم تطالبون به الآن الكتل جاي تسعى إلى، يعني إذا جزء منكم يطالب بأن تبقى هذه الحكومة، فنحن نقول لكم هذه الحكومة منتهية قانونيا ودستوريا وما يوجد أي صلاحيات عندهم بعد. إذن يجب أن تعقد الجلسة القادمة، ويجب أن نصوت على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وبعدها إذا عندكم مطالب تعالوا جلسوا مع القادة واحكوا وياهم. لكن الآن بهذه الطريقة أنتم خسرتم في التشرين الأولى، ما حققتوا أي شيء. أنا خلي أقولها بالطريقة العراقية، صعدوا على رقابكم وعلى أكتافكم وبنوا حكومة، وهم الآن مستشارين ومقربين وقادة في داخل الحكومة في الأجهزة الأمنية، وأنتم خسرتوا ما حققتوا. لا تصيرون جسر يعبرون عليكم إلى فقرة أخرى، هم خاسرين بالنتيجة. نعم، يعني دكتور هيثم، العمليات المشتركة أصدرت بيان مهم وقطعي أنه لا عنف مع المحتجين، وبغداد في حالة الانذار القصوى. هل تتوقعون أن يدخل طرف ثالث كما حصل في عام 2019؟ إن كان هناك طرف ثالث في هذه التظاهرات، فأنا أوجه إصبع الاتهام إلى سيدي الكاظمي، لأنه هو الطرف الوحيد اللي يريد يخلق مشكلة أن بين الأحزاب، ومو مصلحته أنه تشكل حكومة ويصير بديلا إلى سواء كان السيد محمد الشاع أو غيره. هو رئيس جهاز المخابرات، هو القائد العام للقوات المسلحة، هو الآمر والناهي الآن بالدولة. مثل ما كنت موافق على دخول المتظاهرين الصدريين في داخل قبة البرلمان وفتحت لهم البوابات وأمرت الفرقة الخاصة وغيرهم لا يتدخلوا، الآن عليك أن تحمي المتظاهرين، هاي واحد. اثنين، ألا يحدث أي صراع وأي اشتباك فيما بينهم وبين أبنائنا في القوات المسلحة. ثلاثة، أن تحترم أنه حكومتك انتهت، ويجب أن تكون هناك خطوات سلمية من أجل أن ندخل في داخل قبة البرلمان. شئت أم أبيت، أنت واللي تخططوا له في داخل تشرين المفتعلة، أما التشرينين اللي يطلعون ذول أبنائنا وأخواننا، لا والله ذول قلوبهم محروقة على الوطن، صح، لكنه كما مزقوا تشرين الأولى الآن يعملون على تمزيق الثانية. يعني الجميع يترقب المشهد في الشارع العراقي يوم غد. ماذا سيحدث دكتور في حال لو أطلقت رصاصة لا سامح الله؟ يعني ماذا سيحدث برأيك؟ يعني هذا الطرف الثالث اللي احنا حكينا به قبل شوي، ان اما حدث هذا الامر فبكل صراحه هي كارثه، والكارثه انا اقول لهم لا اعتقد ابناء الحشد ولا ابناء التيار الصدري ولا الفصائل ولا غيرهم في مصلحتهم الان ان يخلقوا مشكله كبيره وسفك للدماء، واحنا شهدنا شنو قال السيد الصدر بئس للثوره وما كان راضي، وكذلك الاطاريين سحبوا جماعتهم. اذا الان متفقين سويه على تشكيل حكومتنا، اي اطلاقه تجي من اي جهه، يعني تجيكم عفوا، اذا هاي الاطلاقه تريد تصيب قلب العراق مو قلبكم انتم، لانه انتم الان جاي تساعدوهم من اجل البقاء. الفوضى هي تساعد كل من في السلطه الان ان يستمر لبعد سنه او سنتين، وهذا محال، هذا حلم يعني ابدا انتهى. أنا أقول أخوتي وأخواتي ويعني آبائنا اللي موجودين وأمهاتنا في تشرين، لن تكون هناك تشرين أخرى في العراق، انتهت تشرين. أنتم شاركتم في إسقاط تشرين عندما سلمتوها للسيد الكاظمي واللي وياه. لا تقول روحوا اتفقوا بيناتكم، عيدوا حساباتكم. واللي موجودين الآن يعني الأخوة اللي هم البيت العراقي، احترامنا لهم، هم يدركون جيدا
هم الآن مو مستقلين كلهم، لا بالعكس أكو بهم من هو انتمى إلى ارتمى بأحضان أحزاب أخرى ووقع والأمور مشت بهذه الطريقة، ولا بأس بذلك، هي الديمقراطية. خوفي أنه إطلاقة تصدر من شخص سواء كان طرف ثالث أو رابع أو خامس، وأنا هنا أرمي الكرة، كرة الاتهام بملعب أجهزة المخابرات الموجودة أنا والأجهزة الأمنية. نعم، يعني أنصار التيار الصدري في الشوارع الآن، هتافات واستعراضات مع التشرينيين، ما البعد السياسي لهذه الخطوة؟ لا يحق لهم أن يخرجوا أمام الشارع العراقي، لأن سماحة السيد إن كنتوا تؤمنون بالسيد عقائديا فالسيد أو سياسيا فالسيد عقائديا نهى عن الخروج والتظاهر، واضح جدا كان سيد، وانسحب سياسيا، إذا لا سياسيا ولا عقائديا يجوز لكم أن تخرجوا مع التشرينيين، كونوا مع قائدكم، أنتم دائما تكررونها وتعيدونها يوميا، نحن مع سماحة السيد مقتدى الصدر، نحن مع القائد، مع وزير القائد، إذا أي إرباك يحدث كما قال القاتل المقتول في النار، الآن الدماء اللي راح تسفك أنتم جزء من أنها تكونون، اهدأوا شوية ولا يعني لا تنساقوا وراء العواطف اللي جاي يشولها بعض اللي هم منظمين هذا العمل التظاهري الذي غير من أبدا مو مناسب. إذا تشوفون الائتلاف، ائتلاف الدولة بالشيعي بالسني بالمسيحي بالأيزيدي من كل مكونات الشارع العراقي بالكردي سواء كان الاتحاد أو الديمقراطي، تردون حكومة لو تردونها ضد الفوضى، يومية سيادتنا تخترق، وين الكاظمي من خرق سيادة العراق؟ شوف كردستان ايش قد عندنا شهداء بين اليوم والآخر، كل ما يأمر أو يطلب، ما يأمر، احنا ما عندنا وزير يأمر، عندما يطلب وزير خارجيتنا يقول أنا أريد أن أشوف السفير الإيراني، ماكو أي استجابة، كذلك مع السفير التركي ماكو أي استجابة. هذه هي الدولة اللي أنتم جاي، الحكومة عفوا مو الدولة، اللي جاي تحكم في ظل فوضى عارمة، مو جاي يتحقق لا احترام لسيادة الدولة لا لكرامة الشارع العراقي ولا خدمات لكم. نعم. يعني الآن في هذا الملف نواب كردستان وآخرين طالبوا بعقد جلسة للنظر في الخروقات الإيرانية الأخيرة، برأيك ما هو القرار الذي سيتخذ؟ لا شيء من قبل الحكومة، لا شيء للأسف. احنا اعتدنا بالضربات اللي كانت في بعد الأمر من قبل تركيا، والآن الإيران الضربات الإيرانية امتعاض وشجب واستنكار، وهذه يعني أمور لا تليق بدولة اسمها جمهورية العراق. منذ أن حدثت الأخطاء والتجاوزات لن نرى اتفاق فيما بين جميع الكتل، يعني الكردي من يستشهد أو يموت هو عراقي، ابن البصرة هو عراقي، ابن كربلاء هو عراقي، ابن الأنبار عراقي. شوية وحدوا صفوفكم وتكون لكم كلمة أمام العالم. أما إن كان هناك من يريد برأيي كمتخصص بالشأن السياسي بعيدا عن الحزب الديمقراطي، هناك من يريد أن تستمر الفوضى وأن تستمر الأمور على ما عليه، فيخلق صراعات سواء كان من الجمهورية الإسلامية لأن عندهم مظاهرات في الداخل قوية وصراعات يعني هددت بصراحة الحكم اللي موجود عندهم، إذا بدأوا يتوجهوا إلى كل القواعد العسكرية وغير العسكرية التابعة للمعارضة الإيرانية اللي موجودة عندنا، موجودة مقرات لهم، لكن هذا لا يسمح لهم بأن يتجاوزوا كل الحدود والأعراف الدولية والاتفاقات اللي هي بيننا وبينهم، وأنه يضربون في صواريخ وراجمات ويوميا حتى مسيرات. إذا رعبتم الشارع العراقي وصار إرهاب، إرهاب هذا بالضبط إرهاب دولي، ومن حق كردستان وحكومة كردستان أن تقدم شكوى واضحة إلى الأمم المتحدة وإلى المحاكم الدولية، وعلى بغداد ووزارة الخارجية أن تدعم ذلك من أجل أن نضع نقطة فاصلة فيما بيننا وبين التجاوزات اللي جاي تحدث سيدتي الكريمة يوميا، يعني الشارع يضحك علينا سواء كان الشارع الإقليمي أو الداخلي أو الدولي، وماكو حل لحد هذه اليوم. اليوم احنا نتحدث به، وانكتب البيان البارحة بالليل، أرسلوا أيضا كحزب ديمقراطي أحزاب كردية مطالبين بعقد جلسة طارئة من قبل رئيس مجلس النواب حتى نجد حلا لهذه الأزمة اللي جاي. شارع يطالبنا أكيد، شارع الكردي شنو ذنبهم مثلا يوميا يصحون على 20-30 صاروخ في المدارس بالمستشفيات بالشوارع، إذن إذا لم يكن لدينا توافق واتفاق على سيادة الدولة نحن لا نستطيع أن نقود هذه الدولة. نعم. بصراحة يعني دكتور، على الرغم من الاستنكار والشجب والإدانات على المستوى المحلي والدولي، إلا أن الحرس الثوري توعد بمواصلة القصف، هل أصبحت إيران لا تخشى ردة فعل عراقية أو حتى دولية؟
لا لا، إيران سياسيا وعسكريا لديها تدخل قوي منذ 2003 لحد 2022، وهذا لا يخفى على الشارع العراقي. الشارع العراقي أصبح يحلل أكثر من أي محلل سياسي، ويعرف أنه إيران لديها تدخل وقوة وفرض إرادتها على العراق والعراقيين والأحزاب السياسية اللي موجودة، خصوصا الشيعية، أكثر من أمريكا وأكثر من السعودية وقطر وتركيا وكل هذه الدول. السبب مو إيران، السبب إحنا ضعفاء. إحنا كقادة في العملية السياسية وخصوصا قادتنا في الجنوب، يجب أن يقلبوا ورقة إيران التي كانت تفرض شروطهم عليكم. الآن إيران هي بحاجتكم، بحاجتكم اقتصاديا، لأنه بغداد والعراق هي الرئة اللي تتنفس من عندها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اثنين، عسكريا محتاجتكم أنتوا، يعني بصراحة فصائل أو غير فصائل، سواء كنتوا حوثيين في اليمن، سواء كنتوا حزب الله في لبنان، أنتوا الأذرع اللي جاي تحارب بها والأدوات اللي تضعها على طاولة المفاوضات مع واشنطن من أجل المفاعل النووي أو من أجل أي شيء آخر. إذن هي تحارب عسكريا برجالنا وتستفاد اقتصاديا من أموالنا، ومن تجي تخترق حدودنا وسيادتنا وأمننا نرى الجميع يعني صامت، وكأنه هي من تحركهم وهي من تأمرهم وهم اللي ينفذون. هذا ما يصير، المفروض يقلبون صفحة إيران اللي كانت تأمر، وتجلسون بطريقة مفاوض وشجاع وابن دولة، يعني إن شاء الله بعد هذه الحكومة. أما هذه الحكومة لا أعول عليها نهائيا. نعم، يعني دكتور هناك قصف متواصل، أين المجتمع الدولي؟ أين حلفاء العراق من هذه الانتهاكات؟ يعني ألا يجب أن يكون لهم كلمة بخصوص ما يحصل، مما يحدث من قصف ذهب ضحياته أبرياء ونساء وأطفال كما شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك مدارس، ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ وأنا أجد هناك أن هناك نفس تعنصري ضد الكرد بصراحة. لو كان هذا حادث يجوز في بغداد كان إلى أخذ صدى إعلامي أكثر، ولكن يؤسفنا فقط شهدنا تويتر على التغريدات الأخوة والأخوات جزاهم الله خير من الصحفيين والإعلاميين أكثر من السياسيين من غرد بهذا الأمر، لأنه إنساني. أما من قبل الدول اللي هي نعتبرها صديقة، أن سواء كانت السعودية أو قطر، دول الخليج وحتى تركيا بينهم تجارة والحدود مفتوحة، لكن لن نجد أي بيان يصدر من أي دولة سواء كانت إقليمية أو دولية كغربية وغيرها. أمريكا وفرنسا وينهم من الموضوع؟ هم أصدقائنا وعندنا وياهم بزنس. ألمانيا وينها؟ هذه الدول العظمى اللي يومية جاينا سفير وزيرهم ورئيسهم ونجلس ونتحدث معهم. أنا أقول من المخجل والمعيب أن تتعاملوا مع الإنسانية وأنتم قمة الديمقراطية بهذا الشكل، تميزوه على أنه هذا كردي وذاك عربي وهذا شيعي وهذا سني. لا، الإنسان إنسان مهما اختلفت أجناسنا وقومياتنا ومذاهبنا وأشكالنا، هذا أسود ذاك أبيض وهذا أشقر. لا، خلينا نتعامل مع الإنسانية. إن كنتم صادقين في قوانينكم اللي عديتوها واللي كتبتوها في دساتيركم، الآن ما حدث في كردستان مخجل ومعيب جدا، وعلينا جميعا كسياسيين وكإعلاميين وكعراقيين أن نقف بصوت واحد ضد، لأنه بكرة راح يعيدوها وراح يتجرؤون وراح يضربون. والله وهذا يمين وأنا أقوله من على دجلة، لو كان هناك مقر واحد لمعارضة إيرانية في داخل ضريح الحسين تنزل عليهم صواريخ من إيران من طهران بنص الحزب، ما عندهم مانع يفجرون الحسين من أجل أن تبقى حكومتهم. وهذا الشيء أنا أقوله وأتحدى أي شخص آخر يفهم سياسة إيران قد ما إحنا درسناها وشفناها. إيران مصلحة، طبعا هذا بالنسبة لهم انتصار سياسي، لأن هم مفكرين، هم حضارة قديمة 6-7 آلاف سنة، لكن جماعتنا وين؟ هم اللي لازم يبحثون في داخل ضمائرهم وأنفسهم وعقولهم ويكونون رجال دولة مثل دولي ما كانوا رجال دولة. هم بنوها عرفوا يشتغلون صح، إحنا اللي ما عرفنا سيدة الكريم. نعم. يعني دكتور، تتوقع خطوة تصعيدية بتدويل قضية القصف الإيراني على كردستان؟ يعني من الجانب الإيراني جناب التخصين صح؟ نعم بالتأكيد. أكيد أكيد، أنا أتوقع أنه هذه أداة تستخدمها ضدنا الآن، لأنه هي تريد، كل من يقول أنه إيران لا تريد بقاء هذه الحكومة اللي هي مستفادة من عدها في ظل هذه السنتين، استفادت إيران وأتباع إيران في العملية السياسية أكثر من أي جهة أخرى. صحيح يغردون ضده ويحشون عليه، ولكن هو أعطاهم ما شاءوا، لأنه أيضا راح وأعطى الولاء وركع على ركباته وقال يا بأنا بخدمتكم اللي تردون. إذن تخلق فوضى من أجل أن تتمدد العملية السياسية، ومن نستطيع ندخل في داخل قبة البرلمان ولا نصوت إلى رئيس جمهورية، ولكن
أنا أود أن أقول سوف نصوت إلى رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء في الجلسة المقبلة، شئتم أم أبيتم، اتفقتم أو اختلفتم، ما باقي لا سيد برهم صالح ولا الكاظمي، والعملية ماشية مو لأجل مصالح الأحزاب أبدا، لأجل الشارع اللي هو الآن يومية طالع ويومية رايح إلى جهة ومرتمي بأحضان حزب، والجميع مستفاد وهو رايح هذا المقتول وهذا الجريح وهذا بدون تعيين وهذا بدون خدمات. إذا لأجل هؤلاء مو لأجلنا. أعتقد من 2003 إلى 2022 كسبتوا جانب مالي وسلطة وقوة وعلاقات دولية، قدموا الشيء البسيط للشارع الآن. نعم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور هيثم المياحي، شكرا جزيلا لك لانضمامك معنا في نشرة الخلاصة.